كل بيت من بيوتنا في شخص على الأقل بيعاني من السمنة. السمنة أصبحت عدو خطير جداً بيهدد حياة أقرب الناس لينا. لكل واحد بيعاني من السمنة أنت مريض بمرض خطير، مرض بيهدد حياتك كل يوم وأنت مش واخد بالك ولا حتى بتاخد علاج. لازم تهزم السمنة. أهلاً بكم. خلينا أقول لكم إن كل اللي انتوا شفتوهم من صور لسمنة مفرطة بدأت معهم القصة منذ الطفولة. الطفولة هي باب أو مفتاح، ومش الطفولة يعني بقى 4 سنين و5 سنين بس، لا 10 سنين و12 و15، يعني كمان المراهقة. السن ده هو مفتاح لكل المشاكل، هو الباب اللي يدخل منه العفاريت. العفاريت دي اللي هي خلايا دهنية تنتشر في الجسم كله. العفاريت دي اللي هي رغبتك في الأكل وإصرارك إن أنت تاكل، وحبك للهمبرجر، وحبك لأكل الفاست فود، وحبك للمايونيز، وحبك للكاتشب، وحبك ليه إنك تاكل بالليل الساعة 3-4 الفجر، تصحى من النوم تفتح التلاجة تاكل. هو ده اللي بيخليك، أو الهزيمة اللي بتلحقك هي دي بتبدأ من هنا من سن صغير. تعال نشوف مع بعض حاجة مهمة قوي وأصول تربية مهمة جدا بتمنع السمنة. ده أطفال لطاف بيركبوا مع أبائهم، شوف الرشاقة ركبوا، فجأة تحولت الطفلة إلى حاجة تخينة جدا. ده في ثانية حصل المرور الوقت، شوف الأب والأم بيبصوا يلاقوا إيه، يلاقوا عمالقة بيكبروا يوم بعد يوم. بعد ما كانوا رفيعين وقطط صغيرة جميلة، شوف شوف شوف، كانوا رشاقة خالص وجمال ولطافة خالص. الأب والأم حولوا ممكن في لحظة من غير ما تشعر يتحول الأب الأطفال إلى كبار، إلى حاجة ضخمة جدا. الأب والأم لما يجيبوا الأكل لأولادهم في أطباق كبيرة بهذا الحجم، دي بداية الكارثة. لما الابن يأكل في طبق زي أبوه، وهو بص بدأ بقى الأم تتنبه، لازم تتنبه للسمنة. شوف بص، بيجيب لك بسرعة شديدة جدا في توالي أنه العمر بيعدي، والسمنة بتيجي نتيجة انه الام ما خدتش بالها. اطباق كبيرة، اطباق كبيرة، لو هي تنبهت وحطت اطباق صغيرة لأبائها ولولادها وبناتها كانش حصل كل ده، ما كانش حصل انهم فجأة يتحولوا الى سمن. مش فجأة ديت يعني في لمح البصر زي ما شفناها في الفيديو، لا، في العمر الفجأة فعلا انت ما بتحسهاش. السمنة بتحصل فجأة وبسرعة شديدة جدا، بين يوم وليلة بتلاقي نفسك مش قادر تسيطر. السنين بتعدي وتلاقي نفسك شهر ورا شهر بتتحول إلى كابوس مزعج اسمه إنسان سمين. تعالوا نعيش النهاردة قصة مهمة جدا من قصص الحياة مع ضيف العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم الرائع في هذا المجال والأداء المتميز، الأستاذ دكتور وليد إبراهيم. لا ينصح إطلاقا بأن يحصل حمل في خلال ال 12 شهر الاولانيين فيما بعد العمليه. ما بنتعاملش مع جراحات السمنه على انها مجرد عمليه قطع وقص ولزق مشرط ونزار، ابدا. احساسها بالحياه قبل واثناء وبعد مرحله مهمه جدا. كان هناك شبح في حياتها، شبح عادي لكن اشباح، ودلوقتي بدات تختفي هذه الاشباح. احنا قللنا من كميه الاكل اللي هي الكالوريز اللي داخلها، بقيت افضل ان انا دلوقتي الجا لعمليه تحويل المسار كعمليه ميتابوليك وعمليه علاجيه اكثر منها هي عمليه لنزول الوزن. الاستاذ الدكتور وليد ابراهيم، استاذ جراحات السمنه المفرطه، استشاري جراحات المناظير، كليه الطب جامعه عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه IFSO. اهلا بكم. بلا شك حوار سيكون مثير للغايه مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور وليد ابراهيم. اهلا بك يا دكتور وليد. وضيفتي التي تستمر معنا في، واضح انه الشهرين دول ويمكن الشهر الجاي واللي بعديه كمان، نحكي حكايات مرضى كتير جدا، نسمع من الناس اكتر من نسمع من انفسنا. ضيفتي العزيزه الاستاذه علياء فتحي. علياء فتحي هي مريضه للدكتور وليد، وعلياء فتحي هي مدام رب يعني صاحبة منزل، متزوجة، عندها 37 سنة، عندها 4 أولاد، وكان وزنها 110 كيلو أصبح وزنها الآن
يعني حاجة وستين 68 كيلو بعد 8 شهور من عملية يعني رائعة للغاية. أهلا بيك يا علياء ونورتينا مدام علياء. بنورك يا دكتور. عايز أبدأ عند دكتور وليد. إحنا اخترنا إن إحنا نسمع حالات، نعيش قصص، نعيش حياة أكتر منها حياة علمية الحقيقة، يعني أو نربط الحلم بالحياة أكتر من علم بحت، علم شرحي بحت. ليه إحنا فكرنا في كده أنا وإنت؟ يعني ليه أنت فكرت كمان في كده؟ هو دايما ما نقدرش ننكر ان جراحات السمنه تخصص جديد على الوطن العربي ومصر في الفتره الاخيره في اخر 5 سنين بدا يحصل انتشار كبير للفكر والوعي للمواطن المصري والعربي عن جراحات السمنه. فكان في دايما خوف وترقب ورعب من العمليات، كان في عدم فهم للعمليات، وكان في دايما قلق من الاعراض الجانبيه للعمليات جراحات السمنه سواء كان تكميم المعده او تحويل المسار، خاصه ان حصل نقله كبيره قوي من جراحات الجراحه بالطريقه العاديه اللي هي جراحه الفتح لجراحه المنظار. فكان بدايه القصه فيها خوف وقلق، فكان احسن حاجه ممكن توصل الصوره بطريقه متوازنه وحقيقيه هي ان احنا نعرض قصص حقيقيه. وكان ده بدايه فكرنا اول ما بدانا في القناه، ان احنا نعرض صور حقيقيه للعيانين عشان هم احسن ناس بتقول الخبره زي ما حصلت لها بالظبط. فبنبدا نبعد بقى عن جو الاشاعات، جو الخرافات، جو الغموض اللي بيحيط بجراحات السمنه سواء كان في عمليه ايه اللي تتعمل او الاعراض الجانبيه. فكان افضل واحد من وجهه نظري هو اللي ينقلها المريض، المريض نفسه. وعشان كده مع كل مريض بيبدا ينقل حياته الشخصيه هتلاقيها ان هي مختلفه عن مريض تاني عمل نفس العمليه. كل واحد بيمر بعمليه تكميم المعده او تحويل المسار في الاخر هو بينزل للوزن اللي هو عايزه، بس كل واحد ليه تجربته الخاصه من ناحية المتابعة، من ناحية الناحية الحياتية، التحسنات اللي بتحصل له من الناحية الطبية، التحسنات اللي بتحصل له من الناحية الاجتماعية. فهتلاقي في كل واحد فيهم قصة مختلفة لعل وعسى تقدر تفيد المشاهد. طيب أنا هروح ليك يا علياء. يعني علياء في سن صغير 37 سنة وانت كمان يعني شكلك أصغر من سنك، بدأت القصة بسمنة مش نقول عليها سمنه مفرطه قوي او بالنسبه لطولك، لان انت طولك 162 سنتي صح؟ عشان نوصل ل 110 كيلو او 108 كيلو ده شيء برضه مزعج جدا، بيغير الشكل وفي نفس الوقت بيعمل مشاكل. كانت المشاكل ايه؟ كانت المشاكل كتيره جدا، صعوبه في المشي، قله الحركه، مجهود قليل جدا، اقل مجهود بعمله بتعب. حصل إصابة في رجلي، ضغط جسمي وطول جسمي ما كانش 5 دقايق أمشي رجلي تورم وما أقدرش. ده كان مؤثر جامد جدا. أنت بدأتي وزنك ما تسيطريش عليه من إمتى؟ يعني حوالي 5 6 سنين. 5 6 سنين وخلاص فقدت السيطرة على الوزن. بالظبط. أنت وأنت بنت كنت 17 18 20 سنة، كنت رفيعة؟ كنت رفيعة؟ لغاية ما خلفت ابني التاني وأنا كنت رفيعة. وبدأت المسألة بقى فجأة ما سيطرتش عليها خالص. مع إني حاولت كتير جدا. حاولتي إيه بقى؟ رجيمات ورياضة ودايت حاولتي قد إيه؟ كام سنة رجيمات؟ يعني أكتر من 10. 10 سنين بتحاولي تعملي رجيم؟ وكنت بنزل في يوم بس برجع بقى أضعاف مضاعفة. وحتى أنا جبت اللي هي المشاية الكهرباء في البيت كلنا هي تساعدني. كلنا عندنا مشاية. مفيش برضه. تقريبا المشايه دي تقريبا هي سبب السمنه الاساسيه. الايقونه خلينا شاكك ان المشايه دي سبب السمنه في مصر. كله جاب مشايه وكله حط عليها هدوم. بجد. ده منشر حلو قوي. بجد ده حصل فعلا. عشان الجري على فكره، الجري احسن حاجه له التراك، الطريق. بالظبط. وبما ان البنات ما بتقدرش تجري كتير منه صعب الا الاشتراكات في النوادي، وحتى النوادي بقت صعبه فيها الجري والمشي. فقت القصه يعني بنجيب المشايه حطها وشويه يجري عليها، وبعدين بتعمل مشاكل في الركبه على فكره لانها صلبه. ايوه. فالجري عليها زي الجري هترتب جدا،
يعمل مشاكل في الركبه بعد شويه. وبعدين قلت بقى ايه اسيطر خستي كذا مره وفشلت الخسسان واستمرت المشاكل. ايه بقى المشاكل تفاقمت دخلت على ايه؟ انت قلت لي رجلي التنفس كان اخباره ايه؟ لا الحمد لله يعني كنت بتنفسي كويس؟ اه الحمد لله. قبل العمليه برضو ولا كان في صعوبه في التنفس؟ لا يعني مش للدرجه دي. اه ممكن ببقى في ترجيع كتير وكان عندي مشاكل في معدتي والمجهود طبعا ليل نهار قاعده وكان موريش غير الاكل. ما كانش وراكي غير الاكل؟ ليل نهار قاعده وهو الاكل بقى بتفكري في الاكل. اه بالظبط كده. اه كنت وصلت لغايه مرحله ايه في الاكل مثلا؟ تاكلي ايه؟ كل حاجه. ايوه انا عارف كل حاجه. قولي لي مثلا مره كده قعدتي كلتي وبعدين خفتي من نفسك بعد ما كلتي. ضربتي مثلا بطه؟ لا ممكن اه فرخه كامله. فرخه كامله؟ اه كلها مع بعضها. معاها ايه بقى؟ يعني اكون عامله محشي جنبها مكرونه بشاميل كده يعني. مكرونه بشاميل جنب الفرخ الكامل؟ اه طبعا. في اكله واحده وجبه واحده وتخلصيها؟ عظيم. طيب ايه القصه دي بقى؟ هو انا ليا يعني تفسير او تعليق على موضوع اللي هو كنت بتاكلي ايه قبل العمليه. وهي طبعا هي ممكن تكون بتقول فرخه كده بطريقه مبالغ فيها. لا هي ممكن تكون. بعض الناس ممكن تكون ما بتاكلش فرخه. اه هي المفتاح بتاع القصه فين؟ مفتاح القصه في الفيديو اللي انت جبته في الاول. العادات الغذائيه. ولو قعدنا ناخد تحليل لمعظم العيانين ومنها مدام علياء، هي ازاي تخنت عشان نقدر ناخد القرار بتاع العمليه فازاي نخس. الكلام ده مهم مع العيان، ومعظم العيانين بيبقى قصصهم متشابهه بس بتبقى فيه يعني حتت كده لا لازم ناخد بالنا منها. هي ليه تخنت؟ هي تخنت عشان متعوده على عادات غذائيه وكان وزنها كويس قوي لغايه قبل الجواز. الجواز بيبدا يحصل فيه تغيرات من الناحيه المجتمعيه لان هي بتبدا تقعد فبتبدا حركتها تقل، وبعد كده بتبدا يبقى فيه حمل، وبعد كده بعد الحمل بتزود هي من طبيعه من الاكل بيبقى فيه حلويات وشوكولاتات وحتى كميات نشويات كتير. على مدار التسعة اشهر بيبدا يحصل زياده اوفر الزياده اللي المفروض ان اثناء الحمل تزيدها. وبعد الحمل بيبقى فيه رضاعه. والرضاعه دايما الشعب المصري بيبدا ان هو لا لازم تاكلي حلويات، لازم تاكلي عشان تقدر تترضع البيبي بطريقه سليمه وتبقى كميه اللبن الام ظريفه بحيث ان هو لا ده انا عايزه اغذيه. فبتبدا كمان قاعده في البيت ومفيش حركه اثناء لو لمده سنتين لغايه لما الولد يتفطم، وبعد كده تاخد حمل تاني وبعد كده حمل تالت. ففجاه بتلاقي عدى 6 7 سنين عاداتها الغذائيه بقت مختلفه والكالوري اللي خارجه بقت قليله. فبتبدا تفكر تعمل ريجيم. ومعنى كلمه ريجيم في تفكيرها و99% من الناس اللي بتبدا تفكر في ريجيم ان هي ورقه للاكل. هي مش ورقه للاكل، هي طريقه لاسلوب الحياه اللي هي العادات الغذائيه اللي احنا اتعودنا عليها غلط واحنا صغيرين. فبيبقى مأوى الاخير اكيد لانها ملتزمه بورقه. تروح قايمه الصبح بص على الثلاجه النهارده حبايه كذا وقطعه كذا وقطعه كذا، انما ما فيش اسلوب حياه كامل وبالتالي بيبوء بالفشل. لما بنيجي نعمل العمليه وناخد القرار سنها 37 سنه. المشكله في الستايل اوف لايف، ان هي بقت تاكل بطريقه معينه. عمليه زي عمليه التكميم هتعمل ايه؟ احنا بنستأصل جزء من المعده. جزء المستأصل بيضيع احساسنا بالجوع بس مش بيضيع تماما لان مفيش حد مش هيجوع خالص، لانه لو ما جعش مش هياكل ولو ما اكلش مش هيعيش. هو يكاد احساس الجوع بيبدا يختفي ويقل. فبدي بيجي فرصه بيجي كل فتره ابعد، ودي مختلفه بقى من شخص للتاني من المرضى للتانيين. يعني ممكن نسالها تقول لا انا كنت بجوع كل ساعتين. في ناس تانية احساس الجوع يبقى كل 4 ساعات، في ناس تانية ما يبقاش عندهم احساس بالجوع اطلاقا، ودول ساعات بنخصب عليهم نقول لهم لا لازم تثبت معاد للاكل باسلوب معين عشان نزود الحرق. فاحساس الجوع مختلف من شخص للتاني. انما اللي يهمنا انا ايه في العمليه؟ ان العمليه بتخلي كميه الاكل في الوجبه الواحده قليله، وكميه الاكل دي لازم يبقى اكل في عمليه تكميم المعده، لازم يبقى الاكل صعب الامتصاص. يعني انا هدفي
بعد ما اعمل تكميم معده بعد 3 اشهر ان انا اكل اعقد واصعب انواع الاكل اللي هي اصعب انواع النشويات اللي هو المحشي على سبيل المثال واللحمه الكندوز قليل الدهن بس صعب الفايبر بتاعتها، اللي هو الفكره مبنيه على ان يبقى فيه اكل صعب الامتصاص في المعده فيقعد مده طويله فيضيع عندي احساس الجوع، فانا بعتمد على تقليل الكميه الاكل اللي بتتاكل. دي النقط المهمه اللي احنا بنبدا نقولها للمرضى فيما بعد العمليه. لان في ناس كتير قوي بتعتقد برضو ان هو بعد ما يعمل عمليه تكميم المعده وانه احساس الجوع عنده ضايع وما بيحسش بالجوع وما بياكلش وهو يفاجئ ان هو ما بيخسش. وده بيقودنا بقى ليه، هو ليه الناس بعد عمليه تكميم المعده ما بتخسش؟ بس احنا طبعا مدام علياء من الصور اللي هو قبل العمليه كان ليها منظر كبير اكبر من حتى الميزان. ولما اتغيرت في خلال 6 شهور العادات الغذائيه اللي هي كميه اكلها بقت قليله، احساسها بالجوع ما بقاش هو زي زمان، ففي خلال 6 شهور من وجهه نظري انا نزلت كميه كبيره جدا اللي هي كميه الوزن اللي انت نزلتيها تقريبا من 30 ل 35 كيلو، دي تعتبر في الفتره دي بالنسبه للميزان اللي احنا بادئين بيه يعتبر نتيجه هايله. احنا قدامنا النهارده صورتين مهمين قوي، الصوره الاولانيه هي صوره خسسان لوزن ليس بالقليل حوالي 35 كيلو في زمن قصير ولا تظهر مظاهر الخسسان عليه، يعني مفيش ترهلات، مفيش لون باهت، مفيش، ده برضو محتاج ان احنا نفهمه. بس الاول انا عايزك تشوف الناس بتقول ايه وبتتصور ايه على مضاعفات السمنه، تعالوا نشوف مع بعض. الوزن الزايد بيبقى عنده صعوبه في التحرك، في تحرك المشي، في تحرك لما يكون عايز يقضي مصلحه بتاعه، بيبقى يعاني من المشاكل دي بالنسبه للوزن الزياده والتخن، هو اللي بيعاني منه جامد قوي بالنسبه للمشاكل بتاعته، وبعدين بيسبب له امراض السكر وامراض الضغط والحاجات دي بتبقى كتيره برضه من الوزن الزايد. اكيد طبعا في الحركه، في المشي، في اي مشوار اكيد لازم يبقى بيعانوا صعوبه في الحركه وفي التعامل مع الناس، وساعات يعني بيبقى في سخريه نفسيه بتبقى محطمه. الناس بتبقى متضايقه كتير من التخنه، مش عارفه تلبس ايه ومش عارفه تاكل ازاي، مش عارفه، بتخنق من لبس وبتخنق من كل حاجه. ده اكيد بيعانوا من مشاكل كتيره بسبب زياده الوزن، ده اثر على حاجات كتيره جدا، على مشيهم، على عادتهم، على صحتهم، على اكلهم، على شربهم. بالنسبه للسمنه المفرطه الانسان هو عامل فيها، يعني هو اللي بيتسبب، يعني مثلا زياده الكربوهيدرات اللي هي النشويات والحاجات اللي هي وكذلك الدهون والوجبات السريعه، كلها دي حاجات بتساعد على زياده الوزن. فبالتالي الانسان اذا ما كانش يتبع رجيم معين في حياته ونظام غذائي معين باسلوب يعني ثقافي، هيفضل يتزايد الدهون في جسمه وتتراكم كل النشويات والحاجات دي في جسمه، مش هيقدر يتخلص منها. اهلا بكم مره اخرى، الناس فاهمه قوي اضرار السمنه. خلينا نروح لعلياء تاني. علياء، فيكي حاجه رائعه جدا ان احنا عملنا عمليه من 3 شهور، من 8 شهور، 8 شهور، 8 شهور، وثمان شهور دي فتره زمنيه قصيره بالنسبه للعمليات، وعمليه عمليه تكميم معده. ايوه. وخسيتي 35 كيلو، البديهي ان انا ما اشوفك النهارده من 8 شهور اشوفك مع الناس كتير ما عرفتنيش. لا بكده انا ما اعرفكيش بقى، اشوفك فيك بهتان، فيك باللغه البسيطه، فيك درجه من درجات الارهاق الباين على الوجه، في ترهلات في وجهك باين بقى، وشك واقع وبتاع، انا مش شايف ده كويس جدا جدا. ايه السر؟ ايه اللي حصل؟ يعني كان وشي مليان قوي، هو بسبب السمنه كانت دهون كانت في وشي كتيره، فبتهيألي لما نزلت خلاص بدا الوش يرجع لطبيعته زمان ويبقى مظبوط. ما كنتيش خايفه من حته ان بعد العمليه تحسي بارهاق، تحسي ب يقول لك ده وشك هيبقى وحش بعد العمليه وهيبهت، ما كنتيش خايفه من كده؟ لا انا ما سمعتش الكلام ده خالص، كل اللي سألتهم وتابعت معاهم عملية تكميم بيشكر فيها جدا، وان حياته اتغيرت للأحسن وصحته بقت أحسن. يعني وان كان في مشاكل بسيطة، مش في المقابل ان حياتك فعلا بتتغير.
يعني حياتك اتغيرت ازاي؟ بقيت كشكلا احسن، بمشي على الاقل جنب بنتي دلوقتي ما يقولوش ان هي بنتي، ان احنا اخوات. بقدر امشي مسافات طويله، عندي استعداد امشي مسافه كبيره قوي، انا ما كنتش خمس دقايق بس واصرخ من رجلي. ممكن العب مع اولادي الصغيرين. مش تقدر تلعبي معاهم؟ لا، انهج واتعب ولا اركن على جنب بقى يا حبايبي انتوا عايشوا. ورغم ان انت كنت 110 بل كنت بقى انت كنت هتسيبي ده، انت عارفه ان انت كنت انجوينج توصلي 120 و125. ما لو كنت فعلا سكت على نفسي. يعني الحرامي ما بيسكتش، هو العداد بيسحب بعد كده. العداد ده 130 وبعد كده فجاه بتبقى 160. طالما بقى وصلت 130 خلاص. بدايه الانهيار. ليه بقى اخترت لها عمليه تكميم المعده؟ هي النقطه اللي انت طرحتها، اللي هي احنا بنقلل من كميه الاكل. فانا بعتمد على الكم، بس كيف الاكل اللي هو الفيتامينز اللي بتتاكل الجسم بيستفيد منها بنسبه 100%. لان الاكل بينزل من المريء للمعدة الجديدة للإثنى عشر ويكمل في الأمعاء. الفيتامينز اللي هي مسؤولة عن اللي هي النضارة، اللي هي بنتكلم في فيتامين بي المركب والحديد والكالسيوم، الثلاثة دول مهمين قوي، بيحصل لهم امتصاص في أول جزء في الأمعاء، وبالتالي العيانين اللي بيبقوا عاملين تكميم معدة ممكن يبقى فيه نقص في الفيتامين في الفترة الأولى اللي هي أول 12 شهر بعد العملية. نقص في الفيتامين نتيجة لأن كمية الأكل قلت. قبل كده أنا كنت باخد ربع فرخة، فكانت أو ربع كيلو لحمة أو تمن كيلو لحمة، يعني كان حتتين قطعتين لحمة حمراء، فكانت بتديني المفيد مثلا وأوفر من فيتامين بي، ويبقى عندي في المخزن اللي هو في الكبد لمدة 6 شهور فيتامين بي. إنما بعد العملية أنا بقيت أخد حتة لحمة صغيرة جدا، فكمية الفيتامينز بتاعتي بتبدأ تقل في الأكل، وفي نفس الوقت الجسم بيبدأ يكسر في المخزون اللي عنده. فبيبدأ يحصل جزء من الوهن إلى حد ما، أو الضعف أو الهزال في الفترة ما بين الشهر الثاني للشهر الثامن بعد العملية في تكميم المعدة. وده بنستعوض عنه إن احنا بندي قرص مالتي فيتامين عن طريق الفم عادي، لغايه لما الوزن يوصل للي هو الكالوريز والفيتامينز اللي داخله قد الكالوريز اللي خارجه، اللي هو دي الفتره اللي فيها الثبات، اللي هو هتثبت عند 70 او 68. يبدا الجسم ياخد الفيتامينز ويخزن من تاني، ويحصل امتصاص بنسبه 100%. فبالتالي نقص الفيتامينات في تكميم المعده حاجه مؤقته جدا، وما بتأثرش على نضارة الوش. الكلام ده نقطة مهمة من واقع الخبرة مع العيانين، هي على عكس تحويل مسار. تحويل مسار العيان لازم ياخد فيتامينز، بس برضو في ظل وجود الفيتامينز النضارة بعد سنة من العملية من تكميم المعدة مش زي تكميم المعدة. النضارة بتاعت الوش في تكميم المعدة بعد سنة أفضل من تحويل المسار. طب ليه بتعملوها؟ تحويل المسار بنعملها في ظروف معينة في ظل وجود أمراض متلازمة مع السمنة. السكر من النوع الثاني فهو اختيار رائع جدا، ارتفاع الضغط فهو اختيار رائع جدا، كوليسترول اختيار رائع جدا، اللي هي الميتابوليك سندروم أو المتلازمة. متلازمة إكس. وبالتالي تحويل المسار بقت عملية علاجية أكتر منها عملية لتقليل الوزن. وده الكلام ده مختلف مع ناس كتيرة قوي، لأن التقسيمة القديمة إن اللي بياكل حلويات وشوكولاتات يعمل تحويل مسار، واللي ما بياكلش شوكولاتات وحلويات يعمل تكميم معدة. الموضوع مش أبيض وأسود بالصورة دي. في عجالة سريعة بقى، هل تنتهي علاقة المريض بالدكتور بعد العملية؟ ده أنا عايز أفهمه منك. لا أبدا، ده بالعكس، إحنا على تواصل دايم بالدكتور بعد العملية. أيوه، بروح له بصفة. ده ايه الحاجات اللي ازعجتك بعد العملية واتصلت بيه عشان؟ هو تساقط الشعر. شعرك ممكن وقع؟ وقع بسيط ولا وقع كتير؟ لا يعني، عشان انا كنت عاملة عمليات قيصرية قبل كده، ولما رحت للدكتور قال لي ده
ده نتيجة طبيعية للعمليات الكتير اللي انت عملتيها. بس الحمد لله في تحسن، وكانت دوخة برضو الدكتور كتب لي فيتامين وماشي عليها كويس. الحمد لله وراحت الدوخة. حتى في شهر رمضان انا بقول له يعني انا في شهر رمضان كنت غريبة جدا. ايه بقى؟ طول ما انا صايمة كويسة فترة النهار، الناس بتتعب وارهاق والحر وكده، بقى بالعكس انا عندي باور. وبقول لاولادي كده انا فتره الصيام دي باور. ممكن اعمل احضر معاهم واعمل كده، لا انا عندي باور يا جماعه، بس محدش يقرب مني بقى بعد الفطور. بس اكلاتك خلاص بقت قليله جدا، بقى مفيش بقى الفرخه ومفيش لا 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 لا, لا خالص مفيش الحاجات دي. وشعرك رجع كويس دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. الدوخه راحت؟ لا بسيط يعني. ماشي على الفيتامينز؟ ماشي عليه. عظيم جدا عظيم جدا. هل تختفي علاقه الدكتور بالمريض بعد العمليه؟ لا، هو او تنتهي. المتابعه بتبقى مهمه قوي في العمليه، لان احنا ما بنعملش عمليه وبنصغر، هي مش شقه ثلاث اوض وصاله فخليناها اوضه والموضوع انتهى. في نتيجه، احنا عايزين نتيجه، النتيجه دي نزول في الوزن. معنى كده ان في خلال 12 شهر ممكن يبقى في ثبات في الوزن. احنا بنبدا ندور ايه اسباب الثبات في الوزن. هل كميه الاكل كبيره؟ هل بناخد حلويات؟ هل بناخد شوكولاتات؟ هل في نقص فيتامينز معين؟ اللي هو لو هي ماشيه على التراك في النزول خلاص اوكي، بيبقى فيه متابعه كل شهرين كل 3 اشهر. انما لما يبقى فيه اي انحراف على التراك وكميه الاكل قليله، فاحنا بنبدا ندور على ايه السبب اللي يعوقنا في النزول. وده بيتهيألي اهم من العمليه. تنورتنا النهارده وسعدت جدا بهذه الزياره الرائعه، وبنستمر في مشوار مهم جدا، هو مشوار التعايش مع مرضى السمنه بعد العمليات وقبل العمليات. بس اللي كسب بالعمليه هنا واضح قوي، لو خدتوا بالكم ان مدام علياء لما عملت هذه العمليه ورجعت لوزنها الطبيعي، وممكن تكون في ناس تانية بترجع لوزنها الطبيعي بدون عمليات، اللي كسب الولاد. كررت كذا مره ان ولادها فرحانين، انا بتقول لهم كل شويه انا يلا نلعب يلا نمشي، كانت الاول روحوا العبوا وانا اركن انا بقى عيشوا انتوا مع نفسكم. صح صح. اللي بيكسب دايما الولاد، واحنا بدانا بايه؟ بالولاد. ولادك امانه في رقبتك، لو تخنت وكبرت في الحجم مش تقدر تعمل معاهم اي حاجه، وممكن لا قدر الله تتركهم في فتره عصيبه في حياتهم، الامر بيد الله. ولو تخنتهم يبقى ارتكبت في حقهم اكبر جرم. الولاد امانه في رقبتك، ما تتخنهمش وما تتخنش انت قدامهم. في الحالتين انت ممكن تفقدهم، تفقدهم بنفسهم او تفقدهم لما تفقد نفسك. خليكوا دايما مع الدكتور، اوعى تروح في حته ثانيه.